سوق الخشابين من الأسواق القديمة في مدينة الموصل. يعتبر هذا السوق من أقدم الأسواق اللي تتعامل بالأخشاب، وهو عمره أكثر من 400 سنة تقريبا. كان سابقا في منطقة باب القلعة أو في منطقة الميدان بالقرب من نهر دجلة. ليش؟ لأنه قبل ما تستحدث الوسائل النقل الحديثة كان النقل بالنهر. الأخشاب تتوارد من الشمال من منطقة الزاخو ومنطقة الدوك وما فوق منطقة الزاخو قبل بدء الدولة العراقية، يعني مع كانت الدولة العثمانية، كان يجي بالخابور ويجي على نهر دجلة وينقلوه بالنهر، وهذه هي وسيلة النقل الوحيدة كانت بالأكلاك أو العبرات. الخشب العراقي هو من أقوى وأحسن الأخشاب النوعيات في العراق، وهذا السوق حد ذاته هو سوق مركزي يوزع، يجي من زاخو من دهوك، يجي من سليمانية، يجي قلة من أربيل ومن عقرة، يجي السوق نينوى، بعدين يتوزع أولا النقضة والنواحي، بعدين يصدر للمحافظات الثانية. هذا السوق كان سوق مركزي، ولحد هسه هو سوق مركزي بس مو مثل قدم. احنا كمحافظة نينوى حاليا مصدرين باقي المحافظات، واستيراداتنا من برا العراق، وصار الاستيراد حاليا من بعد 2017-18 صار في تواصل اجتماعي وانفتحنا على العالم، وتواصلنا مع هواي الشركات اللي هي الروسية والفنلندية والتركية.